كنوز الصحراء. يثير اسم الصحراء إحساساً بالروحانية والإشراق، حيث يرسم الأفق رؤى يختلط فيها الواقع بالخيال، لتندمج فيها الأضواء والألوان في عالم السراب والأحلام والقسوة. في هذا البرنامج نحاول الولوج إلى عالم الصحارى لينقلنا الحادي عبر الواحات المتناثرة والأفلاج بمياهها العذبة تارة، ومن خلال الطرقات الوعرة ورمالها تارة أخرى، ليوصلنا إلى بر الأمان. فنستمع في الأمسيات البدوية لأخبار القبائل من شاعر الربابة، فيما يوصلنا قاص الأثر إلى ناقة شردت عبر رمالها الذهبية. الكثير من المفردات والعناوين تتفرد بها البيئة الصحراوية، أهم وأشهر أنواع النظم البيئية على كوكب الأرض. في الصحارى تحديات، ونحن قبلنا التحدي لفك ألغازها وإيجاد كنوزها.